المبادرة التي أهلا وصفها وسهلا. الإطار التنسيقي بالشاملة والتي عمل جاهدا كما قال على إعدادها، إلى أي مدى يعول عليها لإيجاد حلول يعني عملية ومرنة ترضي جميع الأطراف وتضمن مضي الأطراف كافة بالمسار السياسي؟ يعني هذا يعتمد حقيقة على قبول التيار الصدري بهذه المبادرة. لا شك أنه مقابل هذه المبادرة كان هناك مدة أعطاها السيد مقتدى الصدر إلى الإطار، وهي مدة يعني هذه المدة التي قال عنها أنها 40 يوم، وهذه الأربعينية أربعينية الصدر وضعت الإطار في موقع في يعني موضع لا يحسد عليه، وأجبر الإطاريون أن يذهبوا إلى هذا الاتجاه، وأن يذهبوا إلى يعني التفتيش أو البحث عن حل مناسب. يعني هذه المبادرة باعتقادي أنه جاءت على خلفية المدة التي منحها السيد مقتدى الصدر للإطار، وبالتالي لابد وأن يكون هناك حل. يعني مدى نجاح هذه المبادرة، مدى يعني نجاعة هذه المبادرة يعتمد على قبول التيار وقبول الأطراف الأخرى. ثم أيضا هناك عامل آخر حقيقة لربما يدخل في إقناع السيد الصدر، وهو عامل الاتحاد الديمقراطي الكردستاني. لديه رغبة شديدة حقيقة، هذا يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه رغبة شديدة في أن تكون كل الأطراف مشاركة وتكون هناك عملية ضغط، بالإضافة إلى تحالف السيادة أيضا يمتلك هذه الرغبة ويمتلك أيضا هذا التوجه بأن لا ولكن يكون قبل هناك هذه إصلاح سياسي وتكلفة. الرغبات سيد علاء، سيد علاء قبل هذه الرغبات، نحن أمام قرار للمحكمة الاتحادية لم يتم الالتزام بهذا القرار، حددت موعد 6/4 موعد آخر موعد لاختيار رئيس الجمهورية، وبالتالي بعدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية هذا يعطي مجالا لأي كتلة سياسية أن تطعن بأي نتيجة ممكن أن تأتي مستقبلا لاختيار رئيس جمهورية أو رئيس مجلس وزراء، باعتبار أنها الاختيار جاء بعد قرار المحكمة الاتحادية إذا كان هناك التزام بالمحكمة الاتحادية. يعني فهمت لا هناك استاذ احمد قصدي وين واصل؟ انا اتحدث عن المحكمة الاتحادية وقراراتها، اما يتم الالتزام بها او ما يتم، اذا ما تم الالتزام بها هذا معناها قد يعطى مجال للاطراف المعارضة ان تعترض على القرار عند المحكمة الاتحادية نفسها. يعني استاذ احمد هذه ليست المرة الاولى التي يعني تخرق فيها او ترفض فيها قرارات المحكمة الاتحادية، نحن شهدنا حقيقة بعض الكتل ايضا رفضت قرارات المحكمه الاتحاديه، وليست بدعه ان يعني تجاوز المده الدستوريه او المده الدستوريه، لكن هناك تفسير اخر لبعض القانونيين يقولون انه هذه المده الدستوريه 6 نيسان هي ليست مده نهائيه، ولكن لا ندخل في فراغ دستوري، ولكن المحكمه ايضا لديها حل اخر، وهو انه هناك يعني فقره قانونيه تقول انه هناك مده 105 ايام، هذه المدة تمنح للحكومة لتشكيل يعني الانتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الوزراء. هذه الإشكالية حقيقة في تفسير المواد القانونية هي التي أوقعت الجميع في هذا الفخ. يعني المحكمة الاتحادية نعم هي حددت يوم 6، ولكن لم تحدد هل أنه في الدستور محدد عدد المرات التي تحدد فيها المحكمة الاتحادية؟ هل هذه آخر مرة؟ هل هناك اختراق في الدستور إذا ما اخترقت هذه المدة الدستورية؟ هذا الإشكال الحقيقة هو الذي يطرحه القانونيين اليوم وتطرحه الكتل في قضية انتخاب رئيس الجمهورية. هذه من ناحية، من ناحية ثانية أن هناك رفض عام من كل الكتل في إعادة الانتخابات، فهل تتمكن المحكمة الاتحادية من إصدار قرار يحل مجلس النواب؟ وهل يستطيع ثلث من أعضاء مجلس النواب؟ هذه أسئلة مهمة جدا، هل يستطيع ثلث من أعضاء مجلس النواب أن يقدم ورقة حل لمجلس النواب إذا ما وافق عليه الثلثان الباقيان؟ هذه معضلة كبيرة جدا. المحكمة الاتحادية حقيقة اليوم لا تريد أن تدخل البلد في فراغ دستوري، ولا تريد أن يذهب البلد إلى الفوضى.